وفي الجانب الغربي من ضفة نهر الأردن، أحيت الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة يوم الحج السنوي إلى المقطس بقداس احتفالي ترأسه المطران ياسر العياش النائب البطريركي للروم الملكي الكاثوليك في القدس، بمعاونة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة والراهبات وجموع حاشدة من المؤمنين. المزيد في تقرير مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. نحن المرنمين لك هاليلويا. يا من تعمدت في نهر الأردن، عمدنا بالروح القدس والنار. شارك آلاف المسيحيين في القداس الاحتفالي بيوم الحج السنوي لموقع المغطس في الأراضي المقدسة من الضفة الغربية الواقعة إلى الشرق من مدينة القمر أريحة، وذلك بتنظيم من أبرشية القدس للروم الملكيين الكاثوليك. تجمع المؤمنون للمشاركة في هذا القداس الإلهي الذي ترأسه سيادة المطران ياسر العياش النائب البطريركي العام للروم الكاثوليك في القدس، بمعاونة الإيقونوموس يعقوب أبو سعدة والإيقونوموس ممدوح أبو سعدة والأب سهيل فخوري والأب جورج حشان والأب يوليو عبد الله والشمامسة، وبحضور الجوقة التي أحيت القداس الاحتفالي والمؤمنين الذين أتوا من مختلف مناطق الأراضي المقدسة. وقال المطران في كلمته بأن هذا المكان المقدس هو نعمة وبركة لنا لأننا ولدنا في الأرض المقدسة. اليوم دائما مثل هالوقت بنحتفل بالحج المسيحي إلى نهر الأردن، بنحتفل بالقداس الإلهي على نهر الأردن بالذات بالتوافق مع الجهة الشرقية للنهر بالأردن اللي بحجوا كمان وبحتفلوا بالقداس الإلهي على الضفة الشرقية من نهر الأردن. إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير بهالمناسبة المباركة. نطلب من الله تعالى إنه نعمة السلام، نعمة المحبة تسود هالبلاد هاي، خصوصا بلادنا المقدسة وشرقنا العربي المسيحي بالذات، وتسود كل عائلاتنا المسيحية. نتذكر هاليوم كل اللي حجوا وبحجوا للأراضي المقدسة، خاصة البابوات اللي مروا على المحج هنا وتقدسوا فيه وصلوا فيه وطلبوا للجميع السلام. بدنا نصلي من أجل المسؤولين لحتى الله تعالى يهبهم النعمة والبركة لحتى لين نستطيع نحن بدورنا أن نصلي وأن نمجد الله وأن نعلن إيماننا بالإله الواحد المثلث الأقانيم. وبعد القداس توجه الجموع للنهر للتبارك. هذا هو نهر الأردن الذي يبلغ طوله 80 كيلومترا، النهر الجاري. هنا نال السيد المسيح العمادة من قبل يوحنا المعمدان. هنا في هذا المكان الذي يؤمه المؤمنون من كل العالم من الناحية الشرقية والغربية، منهم من ينال العماد المبارك، ومنهم يأخذ الماء لمباركة المنازل، والبعض يلمسون الماء لأخذ النعمة. من هنا نرى الكنائس التي شيدت في الأردن لإقامة الصلوات لمختلف الكنائس، ومن هنا نرى ونلمس قوة الإيمان عند الحجاج. من هنا رسالة سلام وخير ومحبة للعالم. فباعتمادك يا رب في نهر الأردن الذي جدد فينا حياة محبة وسلام وتكوين حياة جديدة في قلوبنا. للنورسات مارلين الحدوي من نهر الأردن الأراضي المقدسة.